قال المصنف رحمه الله تعالى باب سنن النمالة، قال باب الميراث من الدية، باب الميراث من الدية. أصل هذه المسألة لترى التبويب هنا مستقى من الحديث أن السلام ورث امرأة أشيم. أصل هذه المسألة هو هل يعني عشان تتصور المسألة، هل هذا المال اللي هو الدية، الدية يعني يكون مملوكا للقتيل يعني تجوزا طبعا إنزال المعدوم منزلة الموجود، يكون متملكا للمال قبل أن يموت فتدخل يدخل كل وارث معه، أم أن المسألة أن الدية التي تأتي بعد موت بعد قتل القتيل بعد موته يكون للعصبة للعاقلة التي لها الغنم وعليها الغرم، التي عليها الغرم فيكون لها الغنم بذلك. هذه هي أصل المسألة. لذلك قال الميراث من الدية. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب المصنف ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة ومن ثقات الأثبات قال فيه الشافعي لولا ابن عيينة ولولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دور الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، قال عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب وهو من أعلم التابعين أو هو أعلم التابعين على الإطلاق، وهو من الفقهاء السبعة بل سيد الفقهاء السبعة، أن عمر، هنا في خلاف بين العلماء أن هنا على الانقطاع ولا على الوصل، في خلاف بين المحدثين على عن عن, عن عن على سعيد بن المسيب، هل سمع سعيد بن المسيب عمر بن الخطاب أم لم يسمع؟ خلاف عريض بين العلماء، وإن كنت أدين الله بأنه سمع، ثبت سماع سعيد بن المسيب من عمر. كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. شوف هنا الآن جعلها بعد الموت، جعلها بعد مماته، لذلك قال المسألة على الغنم والغرم، فالدية فقط للعاقلة، يبقى المرأة التي هي ترث على ما فرض الله لها فرضا بأن لها الثمن إن كان له ولد أو لها الربع إن كان لم يكن له ولد ليس لها ذلك. لما؟ لأن المسألة راجعة إلى الغنم والغرم مع العاقلة. قال عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي، ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، كما قلنا أنزل المعدوم منزلة الموجود، أنزل المعدوم منزلة الموجود كأنه امتلك هذا المال قبل أن يموت، يعني أخذ دية نفسه فصارت ملكا له فنزلت منزلة المواريث، ولكل يعني في ميراثه يأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر أو فلأولى رجل ذكر. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري ومن الثقات قال حدثنا الفضيل بن سليمان وأيضا حسن الحديث من الثقات قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، عبادة صاحب بيعة العقبة، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللي هو ابن النبغة اللي هو قال فيه هذا من قول أخوان الكهنة، فقال قضى لحمل ابن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. قلنا تنازع الزوجتان وإحداهما كانت حاملا فألقت عليها عمودا فقتلتها وقتلت الجنين، فجعله وريثا، يعني المسألة ليست على عقلة. الحديثان دل الحديثان على أن الدية تجب ابتداء للمقتول، فإذا وجبت للمقتول والمقتول لا ينتفع لأنه مات، إذا تصير بعد ذلك إلى الورثة، هي تكون للمقتول والمقتول لا ينتفع بها كيف هو مات، فتصير بعد ذلك للورثة. طبعا تصير مع الورثة هم الذين قد فرض الله لهم الفرائض في كتابه. فالحق في النظرة الفقهية في هذا الباب أن دية القتيل كسائر المال ينزل فيه منزلة المواريث، فتكون تركة فيكون مسألة المال كأنه امتلكها قبل أن يموت.
كأنهم تركها قبل أن يموت. ولذلك بعض العلماء قالوا إذا 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 قدرنا بأن القتيل قبل أن يقتل يعني قبل أن بعد ما ضربه بالسيف قبل أن يرفض أنفاسه قال أنا أعفو عن الدية، ليس له أن يعفو إلا عن ثلث الدية. لما؟ لأنها دخلت في المواريث، ولما دخلت في المواريث ليس له بالوصية إلا بالثلث، فلو عفى يبقى لا يعفو من الدية إلا في الثلث فقط. وهذه المسألة الثانية التي المهمة جدا في هذا الباب، لأننا لما قلنا لو كان قتيلا وعلم أنه ستكون له الدية وقال له الدية، فإنه هنا لو قال عفوت عفوه لا يكون إلا من الثلث لحق الورث، لحق الورث. وأما الحديثان فقد بين الحديث الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول بأن المال للعاقلة، بأن المال للعاقلة ولا يكون إرثا. لما؟ قال الغنم بالغنم، الغنم بالغنم، من الذي سيدفع قتل الخطاب؟ من الذي يدفع العاقلة؟ يبقى غرمت، يبقى الغنم لها، الغنم بالغنم. وهذا قياس وهذا رأي. انظر هنا إلى تعظيم الصحابة للسنن. فلما جاء الرأي الذي هو ظلام مع النص، فجاء الأثر، فلما جاء الأثر سلم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قال بأن القياس أن المال للعاقلة ولا يدخل فيه. المرأة لا ترث وزوجها لا يرث، لو كانت قتيلة لا يرث زوجها، لأن المسألة على العاقلة دائرة بالغنم والغرم. وهذا الرأي هو رأي سديد، لكن لما جاء الأثر انظر، بعث إليه الضحاك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فجعلها مواريث. فرجع عمر بن الخطاب عما تبنى من الرأي ورجع إلى الأثر، ولأن الله تعالى قد قدر المواريث والفرائض في كتابه فلا بد من اتباعها. فرجع عمر، وهذا من فضل عمر، فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رجع في اجتهاده لوجود النص. ولذلك قلنا الاجتهاد إن ظهر بطلانه أو ظهر خطأه بمخالفته الصريحة للنص وجب المثول إلى النص، وجب الذهاب إلى النص، وجب العمل بالنص وطرح ما كان من العقل، وطرح ما كان من العقل. لذلك توقف عمر حتى جاءه الحديث فقال سمعت وأطعت وجعل الدية للزوج. بعيدا الدية هنا تنزل منزلة المواريث كما قلنا، وفي القاعدة هي تنزيل المعدوم منزلة الموجود. الفوائد المستنبطة، وبهذا الحمد لله لا يبقى لنا إلا البخاري. الفوائد المستنبطة، فضل عمر بن الخطاب لما جاء الأثر عظم الأثر وترك الاجتهاد. وعمر من هو في الإسلام؟ ملهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه شرب اللبن وأوله على العلم قال أعطى فضلته لمن؟ لعمر بن الخطاب. العاقلة هم الأصول العصبة، الأصول والفروع من العصبة، الأب والجد والأعمام وغير ذلك، وأبناء الأعمام والأولاد، هذه العاقلة، لأنها التي تدفع في قتل الخطأ، هي التي تدفع الدية. فلما غرمت كان لها الغنم. الحجة في قول الله وقول الرسول، الحجة في قول الله وقول الرسول. السنة الفعلية تشريع، ورث امرأة أشيم الضبابي فهي سنة فعلية، والسنة الفعلية تشريع، وهذه الثالثة.